لان انا عارف شغلانه كبير قوي قوي، وبقول ان احنا وقفنا هنا من سنه بقول ان مجله ايكونومست نشرت، ايكونومست مجله اقتصاديه بتناقش الامباكت بتاع الرعايه الصحيه على اقتصادات الدول، وقالت ان مصر فيها احسن علاج وتكامل مشروع علاجي لعلاج فيروس سي على نقاط الدوله، ولكن للاسف الشديد ناطن شوك اسكان يا لها فضيحه. يعني احنا بنعالج في احسن الاحوال 50,000 في السنه، تأمين صحي ونادي الدولة وعلاج خاص وشركات وعيادات. والريسبونس بتاعهم في تفكيرهم كان لازم على 55% 55% اس بي ار. وللاسف الشديد عندنا في السنه 500,000 نيو كيس بيريو. ناطن شوك اسكان هي الرساله اللي نصرخ بها بيئة وجدانا لكل الناس. بنبدا بعد شكر الاساتذه ورؤساء الجلسه نتكلم عن اللايف اكتنج انتي فايرالز دي اي ايز فور اتش سي بي ريلا ريبليسمنت ثيرابي. الخريطه العزيزه مصريه الغاليه اعلى بلد في العالم، نتمنى في العالم بكل خير، بس مش في للاسف الشديد كان منغوليا بتحاول وبعض الدول الافريقيه بس ما حدش وصل لها. هم دول جامدين عشان فوق ال 10 10 ونص 11، احنا فوق احنا 15 يعني الا قليل. هنتكلم ان شاء الله باختصار عن العناوين. هنبدا نقول هيباتيتس سي از ان امبورتنت هيومن باثوجين ذات كوزز هيباتيتس ليوروسيروزيس اند ريلابسيلار كارسينوما. اذا ذكرت هيباتيتس سي فهي المرض المصري بامتياز. The search of new anti-HCV therapies has been a driving force to understand how HCV interacts with its host, and major progresses have been made on the various steps of HCV lifecycle. The treatment of HCV has made significant advances with the development of DAAs. Nucleotide polymerase inhibitors are one class of these new medications that have been shown to be highly effective, safe, and well tolerated. Sofosbuvir has become the first drug in this class to be approved by clinical use, supported by results from extensive clinical trials. احنا وقفنا هنا يوم 23 ديسمبر 2013 السنه اللي فاتت، وقلنا العلبه دي حلم، العلبه دي امل، اللي هو السوبابي اللي احنا شايفينه دلوقتي بيتطبق ده كان موقف في 23 ديسمبر 2013 في هذا المكان. ايه البوز بتاع اس بي تريتمنت؟ ان انا اعمل اس بي ار اتشيف سستين بيولوجيك ريسبونس. انا ما بفرحش بالانتو تريتمنت ريسبونس، ضروري العين دي تجاوب اس بي ار، يعني بعد ما اخد العلاج ثلاثة او ست شهور زي ما نقول يبقى نجح. Prevention of progression to cirrhosis, decompensation or malignancy. Until recently, hepatitis C treatment to combination were based on combination therapy with interferon and ribavirin, and may still contain one or both of these agents. The exact antiviral effect of these two agents is incompletely understood. ازاي؟ الانترفيرون دي هوست بروتينز produced in response to infection and have both actions as antiviral, antiproliferative, and immunomodulatory. Binding of interferon to the receptor induces the expression of the multiple interferon stimulated gene within cells, which trigger a wide variety of similar antiviral functions. يعني حاجه انا مش قادر امسكها، كله وصف انا ما اقدرش امسكه، على عكس الدي اي اس اللي اقدر امسكه. الريبافيرين the same, the exact mechanism is unclear whether the inhibition of viral replication leads to depletion of GTP, immune modulatory effect, or possible induction of viral mutagenesis. برضه the same as الريبافيرين حاجات ما اقدرش امسكها. لذلك so none of these agents act directly or specifically on HCV. نتائج الانترفيرون والريبافيرين كانت مشروطه الى حد كبير، بدات من سنه 86 6% وصلت في احسن حالاتها زي ما بقول مع الديجريشن مع الكومبينيشن مع الريبافيرين الى 55%. يعني تقريبا نص الناس بعد التكلفه البارزه بيبقى اس دي ار اتشيف سستين بايولوجيك ريسبونس. والانترفيرون كان في له افيكاسي ليمتد اليجيبيلتي ادفيرس ايفنتس لونج تريتمنت ديوريشن بور توليرانس اند تريتمنت ديسكونتيويشن وسبيشال جروبس سبيشالي ترانسبلانتيشن سيتي. What about DAAs? Over the past 10 to 15 years, the availability of robust
in vitro system to culture HCV has allowed the development of direct acting antiviral, DAAs, a golden rule, the Kilmazaria golden word, DAAs, which unlike interferon and antibabalic are specifically designed to target HCV proteins, especially the non-structural proteins. يعني ايه الكلام ده؟ الفيرست بروتيز انهبيتور انديكيتد فور اتش سي دي انفكشن تريتمنت كان اوسي بريفير ابروفد بال اف دي اي سنه 2011. ابروفال ووز ايشود اون ذا بيزس اوف ذا اديشن اوف انترفيرون اند ريبافايرين. ده اللي خلى الراجل ده رئيس الجمعيه الامريكيه للكبد في 2011 يقول كلام ان دي ار ذيس فيري اكسايتنج تايم ان ليفر ديزيز ان ذا باست 10 ييرز ريفوليوشن هاز تيكن بليس. Suddenly, it is realistic to think we can, I think we can treat each cure. We can treat most patients, or most patients can be cured. And I don't be cured in the previous, for shafi wallah. Right, and I'm with a fair. Had the fair, 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 had the العيلة دي اللي قلنا بالظبط 23/12/2013 قلنا دي الفورم دي الامل اللي الناس دلوقتي بتنزل بالايه؟ الجهد عشان. طيب ما عادش كده بس ده بقى عندي بوسي بيفير بقى عندي كده بيفير بقى عندي السيمي بيفير وعندي الافلاتاسبير وده له موقع كويس من كويس في النفرولوجي وفي الاخر عندي بقى الجوكر عندي زي ما بيقولوا الحصان الاسود الهارموني. الهارموني ده اللي هو عباره عن ايه؟ ليدي بازدير زائد السوبر سبوبر. ده اللي بدا عليه الشغل ده. طيب عشان افهم دي اللايف سايكل بتاع السي بتاع الفيروس او بس هنا كلمه ارد على جروب بي كان مصوب هنا في المركز ايه الميكانيزم اوف اكشن في الدي اي اس؟ اتش تي بي سبيسيفيكالي انفكت هيباتوسايت entering the cells through endocytosis. After entry, the viral genome undergoes cytoplasmic translation into a single polypeptide, which is subsequently cleaved into 10 viral proteins, 3 structural and 7 non-structural. يبقى انا عندي الريزلت اللي الدياج اشتغل عليه 10 viral proteins, 3 structural and 7 non-structural. The non-structural proteins form a replication complex on a membranous web derived from the endoplasmic reticulum that replicates HCV RNA. Detecting the RNA replication with infection. Many of these non-structural viral proteins are the target of the newer DAA. You have a lot of things that are the structural, non-structural, non-structural that we have a lot of show. The DAAs can inhibit 3 major non-structural proteins. واللي شغال يبقى كله يعرف ان في حاجه اشتغل على ال NS3 NS4A NS5A و NS5B. ده الشغل بقى. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي هنا NS3 و NS4A دول تحتهم مستطيل في كيلا بريفير بوسي بريفير سي بريفير. ده جزء. عندي NS5A في بلاتلاتاسبير وليدي باسبير والباقي لسه بارقام احرف كوديه. ال NS5B فيهم السوفوس بوفير. السوفوس بوفير. يبقى انا دلوقتي عندي حاجات تختلف الى حد كبير في الميكانيزم. يعني هقول بعد شويه ان في حاجات تنفع في الايمان مع الايمان سبريشن في حاجات ما تنفعش. يبقى انا دلوقتي عارف الدنيا ماشيه ازاي هنا. ما اقولش خلاص ده دي ايه بس لا اعرف ايه بيشتغل ازاي. تيلا بريفير اند بوسي بريفير كان انتر اكت ويز سم انتي retroviral immune suppressant including cyclosporine وتاكرولون CLR يعني تقريبا الباك بول بتاع الاميون سبريشن وبالتالي المجموعه دي يستحسن لا تستعمل بعد ترانسبلانت. ال NS5A inhibitors potent antiviral that act as picomolar concentrations of those that cross difference between genotype 1 and genotype 1A and 1B. Lidivaspir was approved very recently in combination with sofosbuvir اللي هو بقى اسمه الهرموني اللي هو الاغلى والاعلى زي ما بيقولوا. ده كلاتاسبير طبعا الحاجات دي لها مين سايد افكت هندخل ايه اس 5 بي. Several agents are currently in advanced stage اللي هي البوكس اللي كانت في الاخر خالص اللي هو السوفوسبوفير. Recently became the first NS5 بي inhibitor to be licensed for treatment of HCV infection. It has a pan genotypic activity.
and minimal toxicity or drug interaction. كان عندنا مشكلة دايما في الجينوتايب. دايما الشغل الكبير كان بيتعمل على الملايين القليلة بتاع أمريكا ويهمل ملايينهنا الكثيرة. أما يجي علاج بقى كان جينوتيبك يلاقي طالما تربطهم فطبعا إيه؟ نرفع لهم القبعة ونشكر إيه؟ من صنعه. حقيقي العدد هزيل بكام مليون الأمريكان التعبانين وبكل المصاريف اللي انفقت عشانهم واحنا استفدنا بالصدفة. اعتقد محدش وجه لنا يعني منفعه بس احنا استفدنا الصدفه ويا لها من صدفه طيبه. بانجينوتيب. انا بقى بتعامل بشتغل ازاي؟ عندي بوتنسي جينوتايب كفرج ريزيستنس بارير سيفتي تولربيلتي تريتمنت ديوريشن هاف لايف بيرفورمنت دراج دراج انتراكشن كوست. الدراج دراج انتراكشن هنا مش في الاولويات الكتيره بس بعدين هيزرع هتبقى في الاولويات الكتيره زي ما قلنا من شويه. نفس القصة ال S5 ال S4A ال S5A and ال S5B. الكلينيكال يوز اوف دي اي بقى اما انترفيرون بيزد ريجيمن او انترفيرون فري ريجيمن. السوكس بوبير وقصته من جينو تايب 1 تو 6. دي بقى القصة اسمها نيوترينو ستادي اتعمل على شوف جينو تايب 4 على الكفر. برضه لان المواطنين اللي اتعمل عليهم مواطنين امريكان بس الاصل مصري. ولهذه الدراسه هنقولها بعد شويه ثانكس لوت لان دي اللي دخلته عندنا هنقولها بعد شويه. يعني في ارقام جينوتايب 4 27 نصيبهم 28 96% حاجه ما كناش بنلاقيها انا بقول لسه 55% اما نوصل لفوق 90 دي فقد خرجنا الايه؟ يعني ان شاء الله خدمة يعني. انت فيهم كونتيننج ريجيمنت حاجات كتيره خالص برضه متقسمه ثلاثه جروب ان اس 3 ان اس 3 5 اي وديز انهبيتور و اس 5 اي و اس 5 بي تحتها طبعا كلابتين وكل ايه؟ معلومة. دي الدراسه اللي اتعملت مع سوموس بوبير وليبا بايرت فور جينو تايب 4 اتش سي بي. It is randomized, open label, single center, conducted in the US. اللي كان عاملها استاذ مصري اسمه دكتور طارق حسيني في سان دييغو. المهم اتعملت على in patients of Egyptian ancestry, امريكان من اصل مصر. لا بأس. والاتش دي جينوتايب 4 الدراسه دي اللي دخلت سمحت بدخول السوفوسكوبير عندنا. لما نبص عشان ما نبقاش كلام كتير لما نبص هنا في الكومنتس هنا الاقي عندي الناس تريتمنت نايف وتريتمنت اكسبيرينس. تريتمنت اكسبيرينس اخذ واخذ ولا يستجد. النايف ده جديد ودايما النايف كل حاجه بتبقى الصوت بتاعه احسن. اما اجي عندي 14 عيال من 14 كويسين على 24 ويك سوفوسكوبير وليبا باير 100% طبعا ده فضل كبير من ربنا ما كناش احنا بنيجي. ايفن تريتمنت اكسبيرينس 13 من 15 طبعا الاعداد مش مشبعه ولكن كويس قوي ان احنا نبني عليه. اوصل 87% في تريتمنت اكسبيرينس وما ادراك ما تريتمنت اكسبيرينس يعني عيان صعب قوي قوي انك تقول للعيان انا اسف هنوقف العياده لانك لم تستجب. بعض العيانين وكثير منهم يروح يجهز خطوه في هذا الموقف. يعني في واحد فعلا فعلا بعد ما قلنا له القصه دي وقفنا على علاج الغياب فبقول له انا خدت جهاز مخاطر وجهزها خلاص انا خلاص هو ايه؟ يعني اليها سافر. فبقى تريتمنت اكسبيرينس ويبقى عندي 87% دي ارقام مشجعه. انترفيرون فري ريجيمنت سوبوس بروفير شو بروميس ان كومباينيشن وذ ان اس 5 اي انهبيتورز وليدي باسبير. شوف بقى الارقام اللي ما كناش متعودين عليها سوبوس بروفير وليدي باسبير بس دي للاسف على جينو تايب 1 ولكن بقى فيها علاج مش علاج بانجينوتيبك انا خطا سيصيب بي منه ايه خير وكفيل حتى لو مش معمول يعني 95 و100 95 و100 حاجات طبعا ايه هايله معناها ان احنا نسينا حاجه احنا نسينا ناقص الراشونال بروتين في حاجه نسيناها العلاج بيشتغل عليها مش حاجه بقى اليونو بيلاجري وايه بقى وتخيل واسمع معي واحلم واخد بالك لعلك تصادف شيء صفر وبير وده ثلاثة سبير ميات و95 وده بقى يعني تبديل وتوقيت مع ريبوغاير ازود المده انترفير فري ريجيمنت ايه الموقف بقى في رينا الانترفير صفر وبير وهسمى الدوريشن يس ما قيل الدراسه الام الدراسه الام قالت ان احنا يا اما لو انترفير بيست تريتمنت هيبقى عندي 3 مانس تريبل ثيرابي يعني ايه 3 مانس تريبل ثيرابي؟ يعني بدل انترفيرون ديجيليتد انترفيرون ليبا فايرين اند سوكوس بوفير لمده 12 ويك 12 ويك
الناس اللي ineligible for interferon ما ينفعش ياخدوه بردي ريبافيرين اند سوفوسموفير لمده 24 ويك. وبعد ما نخلص بمده مناظره اذا كان 3 شهور او 6 شهور بعمل له بي سي ار. لو نيجاتيف يبقى اتشيف الاس بي ار. في ارم كان الدكتور طارق كلمنا عنه اللي هو صاحب الدراسه الاساسيه ان هو ممكن يبعتها السوفوسموفير الون 6 شهور. يعني اقوى الكلام قاله قال والله انت تلاقيها سيكوز كتير وتاخد التريبل ثيرابي توصل لنسبه 98%. تجهز فلوس متوسطه تاخد ريبافيرين وسوفوسموفير 6 شهور تبقى النسبه كام؟ 93 او 92. يعني تجهز بقى تجهزه وتاخد الاستفاضي لوحده 6 شهور توصل نتيجه 88%. بس الارم اللي لوحده ده لا بيعرض عليه حديثه الان اصبحنا بين تريبل ثيرابي او ديوال ثيرابي. نو مونو ثيرابي. فرينا انفيرمنت موقف الموقف السوبر بوبير ايه؟ طبعا لو احنا في بيت العلم بقى ستيج من ستيج واحد لثلاثه بقول على استحياء نو ادجستمنت ريكوايرد. يعني ايه؟ يعني كليرنس فوق 30. وصلنا بقى 30 فبقى داون بقى 4 و5 اور ان ستيج رينال ريكوايرنج هيموبايزز نوت استابلش. يعني مش معانا مش معانا. افتر رينال ترانسبلانتيشن تيكن ات دوز اوف 400 ميلي جرام وانس ديلي فور 24 ويكس. الريبافيرين دوز ريجيمنت والسوفوسموفير جينوتايب ايه واحد وتلاته اتكتب يا جماعه واحد واثنين وثلاثه واربعه. ليه؟ عشان الامريكان اللي من اصل مصري حطونا على الخريطه ده بس. خلاص؟ اقل من 75 كيلو بياخد 1000 ميلي جرام واكثر من 75 كيلو بياخد 1200. The interaction between sofosbuvir and a number of other drugs such as cyclosporin تاكرونكس يعني سي ان اي او دينوفوفير ايزوبروكسيل اللي هو بتاع ايه؟ هيباتايتس بي اللي هو احدث حاجه علاج بي was evaluated in clinical trials and no dose adjustment is needed for any of these drugs. دي بقى لها ضمير جميله. يعني انا بعد ما عيل مزرع اطمن وعالجه زي ما يكون زي ما يكون انسان عادي ما عندوش ما زرعش لا بياخد دي تجربه واديله 6 شهور ومعاه ريبافيرين واديله سايكوسبورين والتكرارات اللي انا عاوزها. يبقى ده مش دور سيست وده الكونكلوجن بتاعه. على عكس المجموعه الثانيه اللي هي اللي كفايه تلابريفير دي كان فيها انتراكشن مع الكودبر. الادفيرس افكت زملاء بيسالوا عنها مفيش حاجه خطيره فاتيج هيديك نوزيا انسوميا بروريتس افينيا براش ديبريشن. واللي احنا شفناه بقى شفناه فعلا بنشوف احيانا انيزيا او هايبر انيزيا. احيانا الواحد يحصل له الميمور يبقى فيها شويه ديستربنس كده بس برضه ما خلناش نعمل ديسكونتينويشن في الناس دي. العيانه لما بيوصل ان يمسك قلب السوبر ديت يقسم بالله انه لن يرجع حتى لو مات في سبيل الله. يعني ما تبقاش يعني روح في واحد خلاص يا جماعه دي خلاص انا والله لو جرى ايه؟ الانترفيو زمان كنا نتحايل على العيان يعني علمونا اساتذتنا زي ما كنت بتعمل واحد امبيتيشن. ضروري العين يشتكي من رجله يقول لك شيلها انا ما اعرفش طايقها. انت عارفين الدكتور خلي بالك لو عمل مشاكل لان انا علاجي 50% بيقول لي فمش هبقى باجي عليه. خلي بالك ده هو يعمل كذا ويعمل كذا. طيب افكر يروح في مريض يقول طب ماشي في الاخر طب اديهولي هتستحمل استحمل خلاص. انما هنا زي الامبيتيشن بالظبط انما هنا الخوف تختلف انا بقنعه او هو مقتنع جاهز. Combination of sofosbuvir with NS5A inhibitors such as Dacloplasmid or Lentiplasmid have shown sustained virologic response rate of up to 100 in people infected with HCV. The National Committee for Control of Viral Hepatitis, اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبيرة وهي لجنة محترمة حقيقة بذلت المجهود عشان تدخل هذا العلاج في الاستراتيجي. طلعت ريبورت تقرير بوست ليفر اند كيدني ترانسبلانتيشن ان سكيل اوف برايورتي فور دي اي ايز. العين بعد ما يزرع مش هياخد طوابير طويله مش هيتحايل عليهم مش هيجيب وسايط. اللي بياخد تقرير انه زرع يبقى له اولويه. ليه؟ لان السي بعد الزرع في مشكله على الجراف في كل حاجه وذر في الليفر او في الكيدني. فحقيقي متجاوبين خالص في هذا الموضوع. وات اباوت دي هارموني اللي دي بسبيرها عن صوت صغير تابلت فور اورال يوز Initial US approval date this year 2014. أنا كنت قلته من شهر في نوفمبر وبدأوا الشغل عليه في كذا مركز على الهارد ده
في هذا العام، في اخر هذا العام بدأ في نوفمبر او اخر اكتوبر واول نوفمبر. الهارموني بقى فرينا الاكسبيرمنت اولسو نو دوز ادجستمنت اوف هارموني از ريكواير كونديشن وذ ستيجز 1 2 و3 يعني كليرانس فوق 30. The safety and efficacy have not been established in beta patients with stage 4 or 5. يعني ايه اقل من 30. In conclusion, the suppositories is relatively safe. انا حاطط relatively دي عشان لو قلت safe حد هيزعل مني. فضروري برضه لان احنا بنتكلم في مكان يحكم بايه مقاييس العلم، فضروري اقول relatively safe well tolerated with a minimal side effect with no drug-drug interaction with the currently used immune suppressive agents. هل الرجل كان حالما هل هنوصل لهذا اليوم المشيع للانترفيرون؟ يعني هو طبعا غالبا ان شاء الله يعني بس مش بهذه الحفاوه يعني. ولكن خالد شايع، خالد شايع قريبا بيقولوا ان قبل نهايه 2015 سيشيع وتنقيه قبل اللازم برضه. مشكلتي بقى ده الشغل. وان كان اذا طاولت الحكومات وشركات حصلت على اعلى تخفيض، يعني لو كنت تاخد عليك دلوقتي 1 على 100 تم ده اللي احنا عملناه. وفعلا وصلنا الى اقل من 1 على 100 من الثمن بتاع بس عندنا سوق، بس احنا عندنا سوق ما شاء الله. ده بقى اللي هيستفيد منه الناس. احنا يعني في ناس دول مرضى، فقطعا دول من حقهم ان يعالجوا. يعني الشركه هنا بتقول ان احنا وصلنا 97% يعني معناها ان في ريدكشن كبير قوي في البرايس. يعني مثلا توصل 4 دولار، يعني بيوافقوا بقى ان الشركات المحليه تصنع. بيوافقوا الشركات المحليه تصنع، يعني ايه؟ يعني السوداسي ده اخذ شركات تقريبا 8 مكاتب او شركات مصريه اخذت مصاريف انها تنزله. وهينزل المفروض ان شاء الله في خلال within 1.5 months بالكثير، يعني اخر يناير او اول فبراير. وفي تقريبا هينزل علبه 370 كل الشركات، فهيبقى عندنا ايه؟ وفره كبيره ان شاء الله. بشكركم و regarding the combination of the two direct antiviral drugs without your virus. Then, this is one of the things called the على هذا الاساس الاس بي ار كان يوقف مده مماثله
اذا اخذ 3 شهور بيروح 3 شهور، 6 شهور بيروح 6 شهور، وبعدها بيتحل. لو نيجاتيف بيتحط هنا، يعني تاني دي بعد ناس هتشيل ترو اس بي ار، اس بي ار حقيقي. لان حضرتك انا نسيت الفيروس، يعني انا نسيت الفيروس ورسبته على الترابيزه ديت وعندي ماوس كراشر وكسرتها. مش نورمال يعني لا خالص. غير بقى اليوم بيلاتري والموبايل، قصه مختلفه، قصه مختلفه. هو ده يعني فاري جينيكس هيدي بيبي. ما هو؟ اه. للحق، للاحقاقا للحق. ترى غلطهم كثير بشات بعض الجينيكس ان في شركات تصرح لها من بلاد ثانيه زي الهند وغيره انها تعمل جينيكس. وترى غلط ما دخلتش رسمي عن طريق الوزاره، انا مع حضرتك كل حاجه، ولكن انا شفت على شخصيا، انا لم اكتب، ولكن شفت ناس فولو اب منهم كلهم نيجاتيف، كلهم نيجاتيف، منهم العلاج الهندي المشهور، لان الهند طبعا اساتذه في المايكرو شيتس والحاجات دي، بيعملوا حاجات في تويتر، فسهل ان هو بقى يس اكستراكشن من ناس اكستراكشن، فكلهم كويسين يا ميس. والثمانيه اللي هينزلوا، والثمانيه اللي هينزلوا ان شاء الله في شهر فبراير اللي هو السنه اللي فاتت كلهم جينيكس. الشركه الام بقى الجديده تنزل، يعني كلها تنزل حاجه ب 15000، عشان ايه؟ تجمع شيء من الكعكه قبل ايه ان ننشره الجينيريك، بس ما اعرفش عيوب بقى اسمها ولا على اي وضع لمصلحه المريض اللي ينزل يكون افضل يعني. واخدين ثالث ان شاء الله الفيونرال دي اللي هنشوفها تبقى الاتش بي بعد فتره. لانه المصروف بتاعه هو الهيومن. فالهيومن انفكشن الريبيتيشن بتاعه هيتم ان شاء الله. بريفنشن. اعمل لاش بي. بريفنشن. اه بريفنشن. لا يا عزيزي بريفنشن. 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 احد اوتور بريفنشن هتعمل لاش بي. السورس هو الهيومن بي. المكلف ده الراجل المكلف. اه. عاوز الراجل يحفظ. اه. امشي بالاثنين، ما عاوزش تكون غلط. لا لا لا. ماشي. احنا مهما عملنا بريفنشن ما اعتقدش ان احنا نوصل لزيرو. زيرو فايروس. لكن بالمستري انت اعتقد ان شاء الله هتبقى كويس. السؤال عايز اسالك بالنسبه للمرضى الرئيس، انت قلت الفلوس السابق، طب مفيش اخبار لسه في الكنترول. التكلات تسبير، الكنترول في تكلات تسبير. يعني في ايوه في بوسطن من نوفمبر هناك وقعدت مع يعني حضرتك يعني مع ناس شغالين كويس قوي. قال لك بالنسبه للرينا فيجر على الهيموداياليسيس لا تفكر في الستوكسبوتين ولا السيلبريبين. ولا الدوسي بيبي، فكر في الدكلاتا زي ده اللي ممكن يتعطى والكليرنس اقل من 30. لا ما عنديش والله ما عنديش بس فعلا قالوا حضرتك من سيدر دكلاتا سبير في واحده بس بتنفس يعني. ما تفكرش في الثلاثه دول وفكر في الدكلاتا سبير. يعني بس وضع تبع الدايلايزر يعني تبع في كلام في البروموكا نيكس الكلام عن الكليرنس والهاف لايف وحاجات زي كده، فهو الكلام ده مفروش ده مش طيب. طبعا بشكر حضرتك. انا بشكر حضرتك. حضرتك بتتكلم طريق. انا طبعا عايز اعرف يعني حضرتك قلت لنا بعمل سيليكشن بتاع عيالنا احنا. احنا لو كان عاملين دايس دلوقتي كان يبقى في حاجه يبقى يعني ماشيه مع العاملين اللي بيجوا بعد كده. كمان دايس اللي بتبقى في حاجه انا لم اذكر لي مورنينج ورك شوب برضه في بوسطن من شهر. قالوا يا جماعه احنا لحد دلوقتي العين السي الكورونا كلينا فيلا بنعالج الناس اللي هنسمع له؟ لا لا بندي انتربتيف. ولكن اذا كان العيان في بلدك متاح سوبرتي او سوبر بوفير ازرع له وبعد كده تديله وزي ما قلت لنا قرار انا اكيد اكيد. انا دلوقتي حاجه في الموضوع دي العام بالظبط بالظبط. انت هتشيل وتجيب التيست وانت واقف وافضل حضرتك واجيبه على مكنه. انا دلوقتي قالوا بالنسبه بقى للسيلكشن عيني انا بقى هاخد عيان افضل. يعني هو الميتنج اول ما اجتمع قال والله يا جماعه احنا هدفنا عيان كل من هو فيروس في مصر. طب الناس بالظبط الناس اللي تكون كومبنسيتد. احد الاساتذه الكبار قال لي اسيتك قال لي هنشفه من فيك بالنص يعني اديله ضربتك بعد فيك اول اكسبيرينس بقى ذا ايرليان ذا اكيد زي بالظبط الانترفيرون زمان بس هنا طبعا الدايره اوسع شويه. يعني الانترفيرون بعمل دايجنوستيك اول اكسبيرينس في فيروس ما بفكرش دلوقتي بعمل وعمله فانيلايشن واديله خلاص.
ودي في البلد بعمله بند ريليشن وبديه. خلاص؟ احنا بقى شفنا الناس الكويسين قوي اللي هم بيكونوا بجد، انما واحد انت حضرتك بالظبط كده ملصمه واديته دايركت لحد ما نشف واديته ممكن يجيله باسايتس وناس جاله هايبر بيروبينيا وفي ناس ما بقوش كويسين، فده ايرلير برضه من الافضل امسك العيان كويس واديله الجود البروبر تايمنج ده فيري فيري جود ليمتنج فاكتور للايرس بوكس. يعني لو عيان على هزرع لا هزرع هزرع على الاساس مش هدي بدل السؤال دلوقتي هو ما يقدرش يعني بالسؤال ده، لكن في نوفمبر اللي فات دوت السنه دي قبل شهر نشر فيز 1 استراتي على السيروتيك بيشنت السيروتيك بيشنت اللي ما بيقدرش يدوهم ترفيه ويدوهم دول ثيرابي من الدايركت انتي فايرال درامز والنسبه برضه التخلص من السيف سامبل علامته ان القصه بس برضه احنا ما ننساش ان مش كل ما قال مع زهر ولما نشوف الاستاذ اللي جايه والموبايل ستاد ربما تيجي ستاد في يومنا السنه الجايه نقول لك نو ونطلب منك برضه ان شاء الله جدا. اه بس طول بيك بس والعيان اللي نقعد معاه في 24 ساعه وكان طبعا بيديك في ظروف خاصه انما دلوقتي في خطوه قريبين ان شاء الله يعني ان شاء الله. اتمنى ذلك. اتمنى ان شاء الله. سايكاتريك قصدي يكتب سايكاتريك ترابلز او سوسايدال اتاكس. لا هو عنده سيفير ديبريشن. هو ده يعني مش ابسولوت ما فيش ابسولوت. يعني قال دي اقوى حاجه ممكن ارفع اساسا. انما الباقي كله ما فيش فيه مشكله. عشان لا ما قلنا خلاص اتفضل العيان ده احنا كنا الاول ما قال جاي لاينز قال نشفه من الجيب في ناس نشفناهم من الجيب بس جالهم ايه سايد افكت مش كلهم ما اقدرش اروح اسميهم يعني في ناس ساءوا وفي ناس تحسنوا حضرتك انت اليوكلس المشكله الاساسيه الفيروس انت خلاص قطعتها حسبتها وقطعتها فالامور ممكن تستقر الى حد ما في ناس بيسوقوا بس في ناس كويسين ما اقدرش اروح اسميهم. في عيانين بنبقى عايزين هو بص في سي بيبقى البي سي ار بتاعهم برضه فيه فيرينيا وبنبقى عايزين نديهم اميون سبريشن هو مش لسه هو عيان سي دي مثلا عايزين نعالجه في اي اميون سبريشن زي كراي مثلا هل احنا هنعالج الاول فيرينيا وبعدين ندي الاميون سبريشن ولا ندخل بالاثنين مع بعض؟ ما هو بقى كل واحد يدخل يعني لا ما احنا ممكن لو ادينا الاميون سبريشن فيرينيا تزيد ولو ما اديناش الاميون سبريشن كليه حبوب يعني ستوب كده يعني لكن على بياناته يعني على ان كلامك منطقي ان انت بتفرق كنا بنخاف منه عشان هو عيونه بتشيخ وحاجات زي كده ده قصه مختلفه لكن ما يقدرش يدي اجابه للبشر اللي ايوه اصلا اخر سؤال بالنسبه للاند ستيج اخر سؤالين 4 و5 هل كنت ممكن ادي تاكلينزا؟ لا لسه ما بقولك لا بروميسنج لسه لا لسه في المعامل ولسه في الناس لا داكلاتا سبير داكلاتا سبير هو البومزنج قال ما تفكرش في الثلاثه الاولانيين فكر في داكلاتا سبير ده ممكن غير ما يكملوش عليك لا لسه في الصبي لسه لا في الصبي تيجي تكفله والشاذ مع التكفله طيب استعمل في الشاذ اه هو لا ما قال الكلام ده كله سبوتس كلها في 18 سنه انا بتكلم عن ادلت اكسبيرينس انما لا خد سؤالك من بس انا ما خدتش هذا الموضوع شكرا جدا جدا